وزيرة خارجية فنزويلا ديلسي رودريغيز التقت الخميس مع نظيرتها الكولومبية ماريا أنخلا أولغن من أجل إجراء مباحثات حول مسألة فتح المعابر المشتركة بين البلدين. المعابر كانت أغلقت منذ عام بأمر من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لأسباب أمنية. وزيرة خارجية فنزويلا صرحت: لقد اتفقنا بالفعل على الإجراءات الأولية لفتح الحدود تدريجيا، ولقد أمعنا النظر في الأسباب التي أدت من قبل إلى اندلاع هذا النوع من المشاكل على الحدود. في العاشر من تموز يوليو لهذا العام صرح مسؤولون كولومبيون بأن 35 ألف فنزويلي قاموا بالرحلة بين البلدين خلال فترة فتح الحدود، وكانت 100 السيدات تدافعن على عبور نقطة تفتيش إلى مدينة كولومبية على الجانب الآخر وقلن إنهن بحاجة ماسة لشراء سلع أساسية.